عندما يمتزج الماضي بالحاضر ينتج أعمالاً فنية غاية في الروعة تجسدت في فن النسيج تحت سقف معرض ضم الكثير من المشغولات التي تعبر عن الماضي الكويتي والعربي في شبه الجزيرة العربية، كما ضم بعض الأعمال الحديثة. المعرض السنوي يكون ختام لكل أعمال الفنانات النسيج والهاويات وأي من أفراد الرابطة المهتمين في العمل، وسنة عن سنة قاعد نشوف مستوى عالي من العمل والأداء والتعبير، وهذا العمل يدوي إنساني بالدرجة الأولى، وأنا سعيدة جدا وفخورة أني أنا راعية ومساندة بالكامل لهالمجموعة الرائعة للناسجات من عدة دول من الكويت. وظهر في المعرض اختلاط ثقافات الجاليات المقيمة بالكويت مع الثقافة الكويتية والموروث الشعبي الكويتي، وظهر هذا واضحاً من خلال أعمال المشاركات التي بدت متأثرة بالبيئة الكويتية. الرابطة تضم مختلف الجنسيات، نجتمع بصفة دورية في بيت السدو يوم الأربعاء من كل أسبوع، ونجتمع ونتبادل الأفكار والخبرات، وفي نهاية المطاف يجمعنا هذا المعرض اللي يضم الأعمال الأعضاء. البارتيشن هذا يمثل قصة النسيج، والهدف كان منا أن نجمع معظم الأعضاء اللي مهتمين في هالمجال هذا، كل واحدة تقدم رؤيتها للتراث الكويتي أو المجتمع الكويتي بالطريقة اللي هي شايفته. وجذب المعرض العديد من الزائرين الذين أبدوا أعجابهم بالمشغولات النسيجية والتي وظفت فيها الألوان توظيفا رائعا جعل من المشغولات لوحات فنية ذات قيمة عالية. عايشة المديني، تلفزيون دولة الكويت.